درع السولدي في التغطية، ولكن كولومبو يفوز بالقوة البدنية. داني مودا في منطقة الجزاء، كذلك كولباني، كولومبو، كولومبو، مراوغة، كولومبو! كولومبو! وهدف لمونسا! الأسبقية لمونسا عبر كولومبو! شوط ثاني ممتاز من فريق بلادينو الذي استغل التفوق العددي في وسط الميدان، ومجازفة كبيرة من ديونيزي. مجازفة كبيرة من ديونيزي، وكولومبو لا يرحم. هنا مساحات كبيرة جدا في وسط الميدان، كيلومترات تفوق عددي 3-2. كولومبو، مراوغة لإيرليتش، وهدف بالقدم اليمنى. كولومبو، والأسبقية لفريق بلادينو. هدف لصفر لمونسا. نرى الإعادة من أكثر من زاوية، من أكثر من زاوية، وهدية لكابراري، إهداء من نوع خاص لكابراري.